طبعا عندنا علقة محفورة من أمهاتنا بنبقى دايما فاكرينها، وبما ان عيد الأم قرب فاحنا حابين نشوف ايه اكتر علقة محفورة في عقلك من والدتك، وكمان ايه اكتر الهدايا اللي جبتها لها وكانت رفضاها. عارف عيد الأم؟ ايوه. يعني بتتابع اخبار عيد الام وبتجيب لماما هدايا وكده؟ يعني مش معايا فلوس يعني صراحه. مش معاك فلوس صراحه؟ ايوه. يعني انت عمرك ما جبت لها هدايا في عيد الام؟ يعني مره واحده تقريبا. ايوه مره واحده هي بس. مره واحده وعجبتها؟ ايوه. لا كل مره بتعجبها، كل مره فهميها انا. طب ايه اللي اكتر طب هدايا جبتيها وقالت هي دي؟ لا هو انا بحلم ان انا خليها تحج ان شاء الله. يعني دي الحلم اللي انا لسه حققه ده. جبت ايه لمامتك في عيد الام قبل كده؟ جبت لها عبايه وشبشب. عبايه وشبشب؟ اه. عجبوها؟ اه عجبوها. كنت جايبهم منين؟ مين اللي اداك فلوس تجيبها؟ انا كنت محوش اجيبهم والله، كنت محوش 1000 جنيه بجد. ربنا يخليها لنا، احنا عايشين بحسها في الدنيا. بس كارت الشحن. جبت مامتك كارت شحن في عيد الام؟ اه. بتقولها بكام بقى كده؟ انت اكيد يعني عملت الواجب وزياده. ب8. 8 جنيه؟ اه 8 جنيه. ايه نوع الهدايا اللي بتجيبها لها في عيد الام؟ يعني مثلا ممكن عبايه مثلا. كنا في ازايز ريحه برفانات صغننه كده. الحاجات المنزليه دايما ما بتعجبهاش، لازم تكون هديه شخصيه ليها يعني. في عيد الام بالاخص. في عيد الام بالاخص طبعا. عبايه. لا بس مامتي مش اي حاجه بتعجبها يعني. قلت لها ورده وانا جاي من المدرسه وانا صغير. قالت لي عايزه حاجه احسن من كده، بس كان بهزار يعني. بس الحاجه اللي جبت لها وكانت مبسوطه منها كنت جبت لها مكوه. بتحب كل حاجه. اي حاجه انا بجيبها. انا مفيش حاجه بجيبها لمامتي وما بتعجبهاش بصراحه. انا عشان انا ابن امي. طبعا. طيب ايه اكتر علقه اخدتها وفاكرها لحد دلوقتي ومعلقه في دماغك؟ اكتر علقه اخدتها وفاكرها لحد دلوقتي. بصي هو في الطبيعي هي اصلا بتهتم بالمذاكره قوي، فبسم الله ما شاء الله الشبشب علامه اصليه يعني في كل البيوت المصريه. ما دام انت شاطره يبقى انت كنت بتتضربي بالشبشب. بس كده. بس حنيه برضو مفيش اي حن منها بصراحه. عامة يعني عندنا في مصر الشبشب دي حاجه اساسي، لا مؤاخذه في اللفظ يعني. تمام. اتضربت عشان مثلا زوخت مره من المدرسه، ودي اكتر حاجه يعني ايه كانت الحاجه يعني الله يحفظها ويديها طول العمر ضربتني عشان، او مره عشان الصلاه وكده برضو كنا شباب طايش صغير يعني. هي لحد النهارده بتفكرني بيها. وانا صغير كنت عايز اكل مكرونه بشاميل. ايه؟ كنت عايز اكل مكرونه بشاميل ده حقيقه يعني. فامي ما كانتش عايزه ايه يعني، كانت هتعمل اكل تاني، فقلت لها عايز، لا عايز اكل مكرونه بشاميل. مسكتني بعد ما عملت المكرونه ما رضيتش اكل، مسكتني ضرب 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 لحد ما اكلتني المكرونه. دي كانت اكتر المره الوحيده اللي اتضربت فيها في حياتي. ماما كانت ما يعني تضرب اخويا عشان انا خايف، بس هي انا فاكره العلقه الوحيده اللي خدتها في حياتي عشان رفضت ان انا اروح الحضانه. قول لي فاكر اكتر علقه خدتها منها وكانت يعني علقه علقه وكان ليه؟ كان زمان بس دايما. كان زمان بس دايما؟ يعني دايما بتضربك؟ بس يعني مش دلوقتي. طبعا كلنا واحنا صغيرين اتضربنا، ما حدش ما اتضربش يعني. بس موقف حصل مثلا وانا صغير، كنت رايح المدرسه كان معايا مثلا زمزميه كانت غاليه جدا، فالمهم انا نسيتها في البيت ورحت المدرسه ببص على الزمزميه مش لاقيها، فالزمزميه ضاعت. يا لهوي ده ماما هتضربني، طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ المهم رحت البيت لقيت بدل ما تضربني قالت لي لا ولا يهمك ولا اي حاجه ومفيش اي حاجه، بس فين الزمزميه ضيعتها فين؟ خدتني واحده واحده وفي الاخر برضو اتضربت، وفي الاخر لقيت الزمزميه في الاوضه عندي جوه. اكتر علقه خدتها بسبب امي ان انا مره كنت يعني مع واحد صاحبي فكنا بنهزر وكده يعني، فهو انا ما بشربش سجاير، فهو قال لي خد يا محمد هات علبه السجاير وكده، فافتكرت ان انا بشرب سجاير يعني وكده. ففي اليوم ده بقى اتبهدلت يعني صراحه يعني. ضربتك ازاي؟ اكيد طبعا يعني بالخرطوم بقى، ويومي مش هنساه. ما
عادتش بتضربنا خلاص خلاص كبرت كبرنا على الضرب. لا زمان. طيب ايه اكتر علقه خدتها؟ كتير كتير قوي. ما كنتش بحب اروح المدرسه، فكنت حابه ان انا اذاكر وانا في البيت، بس كتني ضربتني علقه حلوه يعني. بس لا بايديها، بايديها نزلت فيها ضرب. ايديها كفيله. اه طبعا دي كفايه. وبقول لك كنت لكل ست مصريه كل سنه وانت طيبه وعيد سعيد ان شاء الله. اوجه رساله لحبيبتي وامي واغلى حاجه عندي في الدنيا، ربنا يحفظك لينا يا رب ويديك طول العمر وتدوم لينا سنين واعمار، والله مربيه اجيال ومفيش حد يعني. ونشكر امهات مصر جميعا طبعا على دماغنا كلهم.